السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم علي الجودة في قناة فيش جدي، ورجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة إن شاء الله. طبعا احنا بضيافة أخوي عبد الله محروس، رحب فيك بالفيديو يا أخوي. يا هلا والله، يا هلا، شرفنا أخوي، شرف لنا يا أخوي، الله يسلمك الغالي. شنو رحلتنا اليوم إن شاء الله؟ والله إن شاء الله شوي نجرب اللفاح ها؟ الله يرزقنا إن شاء الله، يوفقنا يا رب. إن شاء الله يا رب. اليوم كم رمضان اليوم؟ ذكر لي. يوم ليلة 24. ليلة 24 رمضان، واحنا صايمين وجايبين بس ثلج ويانا. إن شاء الله حتكون رحلة من الساعة 1 الظهر إلى الساعة تقريبا نقول 5:30 بإذن الله. إن شاء الله يوفقنا. لا تنسون لايك سبسكرايب للقناة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. طبعا ما شاء الله اخوي عبد الله عنده طرلات الختال الاماراتي حجم 38 قدم، راح نطلع فيه اليوم ان شاء الله. طبعا جاهز قبل الطلعة، نركب الكفاش على الدريات، راح بإذن الله ننزل 4 بوردات، كل واحد حجم غير، من 7 و8 و9 وسيم وياهم إن شاء الله. هذه الألوان راح ننزلها إن شاء الله. طبعا اليوم يشرفونا ابو احمد، اسمحوني لي اسامي صراحه انسى، ابو احمد وميانا محمد العطاوي، محمد العطاوي والنعم يا جماعه، واخر واحد محرقي والنعم. ان شاء الله اليوم استمتع وياكم بهالرحله الطيبه مع اخوي عبد الله المحروس. توكلنا، شرف لنا يا اخوي، توكلنا على الله من امواج ان شاء الله الى شرق البحرين. الحمد لله وصلنا مكان راح نفتح فيه ان شاء الله. طبعا الشباب نزلوا الدريات، الحمد لله في اشياء طيبه، نشوف بعض الطيور الكبار هني في عومه وراي، هاي ان شاء الله انه في سمك موجود باذن الله. طبعا نشوف طرادين بعد يلفون هني، الله يوصلهم. بسم الله ان شاء الله اول الصيد. ما في كروس فيتكم الحين؟ صايم قاعد يعرض. اهم شيء ما تعطيه ليون بس. لا نساهم ان شاء الله. ما شاء الله، يلا حاول الصيد ان شاء الله. واحد لا تعطيه ليون، اسحب اسحب. كيف كان فوق يا سلام عليك، يا سلام عليك، السلام عليك. اول الصيد هذا الزين الحمد لله. ابو شام 4 كيلو ذي فيها 4 كيلو ما شاء الله ما شاء الله. هذا كان عدد الزين. باقي بعد الرحيم وصلت للصدار. طالع باقي السيم وبتولي الخيط.
هذا المغرب يا ابو كامله ترى ابو احمد روح يا ابو احمد بسم الله في شيء كنا ان شاء الله في ان شاء الله طبعا السيم يا جماعه بدون بورد احمد ما شاء الله عليه سحب الخير وسيم وبين انه في شيء صاير ان شاء الله ان شاء الله واحد عود ان شاء الله عدد الشباب طبعا ناخذه العبود حبيب حبيب وبهد ها انا نعم يا اخوان احمد يلا يلا فلك اليودير ان شاء الله العوده ترى مخليك يعني بروحك ما اقدر اسحب وياك احسن ابو احمد تنطفحت تنطفحت يلا باقي 4 ساعات كان على البحور اكو والله مبينه اي مبينه 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 ما شاء الله عوده 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 ما شاء الله ايش نمشي لا 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 هذا هي بدون بوك ما عليك عندنا بين الضلع يا جماعه ايضا مسجل حضور يعني اي اي هذه بعد زينه حق هذه اي راطفي هذا يصير الصيم ما شاء الله اوبا ثلاجه ثلاجه طلبوا لنا على الخير ما شاء الله تعبت ها؟ خلاص ايش سويت فيها ابو احمد؟ انت تعبت ولا هي تعبت؟ يعطيك العافيه ابو احمد الله يحفظك ان شاء الله امين ان شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ايه هو لا لا بس مش لحن بس سيده بريك على بعد سيرك على عرض عشان ما تسافر كان هذا سلام يا سلام ابو احمد ايام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عوده عوده احتباط اضرار كافو 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 استاهلوا يا جماعه استاهلوا حلق متبول عاد ان شاء الله يلا عطاوي منك ورا وياك احسن احسن عطاوي يلا روح حرقي طيب حرقي انا اقول عطاوي كافو كافو كابتن هذا البورد وصل بسم الله ما شاء الله شوفه طلعت النهوي طلعت اي حطيت العرض مع الواحد على القويه العدا قدري العدا من النوبه اقول لك الاول مضيينا زين والله كيف يلا وين ذي يا غالي ايوه هاي زين مخشوشه تحت وصل
هذي تنتين ان شاء الله صايدينهم لكن موجودة موجودة البورد موجودة ثنتين 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 ما شاء الله ثنتين اسحب عندك عبود اسرع انقلب ايوه حلو حلو ما شاء الله شوفوا هاي بورد وكو بورد هناك هاي السيم وهذه البورد خف شوي خف شوي اوكي روح مالي مالي عود اللي عندك ترى عود عود هاي ضلع هاي ضلع وادي عود ضلع كفو كفو محرك مالي مالي ماكينة ماكينة ايوه ايوه حاصل غيلك هم وهذه كان عدم ان شاء الله عوده كفو 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 ما شاء الله ما شاء الله اكبرهم ذي يعني لا قيدهم صدق تقريبا ما شاء الله اكبرهم ها كفو ما شاء الله استاذ استاذ شكه شكه في الخيط ذي هاك بحجلو يا طلعه يلا 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 عطني عطني وين انت واو قوي عليك هذا زين هذا زين سلام خدمه بحري فاطمه شيل دي ثلاجه اي المفروض ما تشيل بيبي وعنين وسعود مره الجايه اللي فاهم لازم ما عليك كلها كلها عكس بيطيهم ما يدور شلال والله ما شاء الله عليه يعلقهم اللون على مسافه الله الله يبارك له خير خير مش حصلنا استمتعنا اليوم مع الشباب اخوي عبد الله يبارك الله على الطلعه الحلوه ذي حاضرين لسنا وياكم والله كنا طلعت وياكم ان شاء الله استقبل الشباب ان شاء الله ان شاء الله وطبعا مقصره ابو احمد حياهم الله يحييك محرقي العطاوي مع السيم هناك تلعبوا وياه بعد ها طبعا اخر شيء نويكم حصيله الصيد اللي هي كانت تقريبا ثلاث ضلع حجم راهي وثلاثة جناح تقريبا هاي بو 3 ل 4 كيلو حجم طيب الحمد لله رب العالمين طبعا لا تنسون في النهاية تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك في القناة ونشوفكم على خير ومع السلامة